اتفقنا على أن تسأل زلفة أولا. بحديثي مع أبيها أختصر الأمر. إن وافق أبو عتبة فهذا لا يعني موافقة زلفة، بل يعنيه إن تم زواجنا. قابلة غير كارهة يا جهجاه، لن يجد أبوها ما يعيبك، لكنها قد تجد. ألن يسألها؟ فالأمر واحد إذن. لا يا جهجاه، الأمر ليس واحدا. كيف؟ تعرف ويعرف الجميع أن زلفة تخشى أباها، فإن أخبرها أنك مناسب لها فقد لا تجرؤ على الاعتراض، رغم أنها قد لا تراك الزوج الملائم. تقترح علي أن أسألها أولا حتى تكون الفرصة أمامك أكبر، أليس كذلك يا حجل؟ كان ذلك اتفاقنا. كان ذلك قبل أن أكسب الرهان. أنا أسير وفق الأصول والأعراف، تطلب الفتاة من أبيها لا من نفسها يا حجل. تجلس متهالكا كما لو أنك بلغت 90، والألق يغيب عن عينيك كما لو أنك ستذوي بعض اللحظات. هل انهزمت يا ابن الوهاج؟ هل الهزيمة بادية علي؟ أجل، فالسنون تترك آثارها عليك، والحزن على من فقدت يحفر فيك أكثر وأكثر. ما زلت قويا أيها الوغد. أحيانا تحاول أن تكون قويا، وأحيانا أخرى يفرض عليك الموقف أن تكون قويا، ولكنك ضعيف يا ابن الوهاج. وما مجيئك إلي في مثل هذا الوقت إلا دليل على أن الوحدة تطاردك، فلتخشى الوحدة يا ابن الوهاج، فهي تستل القوة. يجب أن تشحذ همتك لتقتل الوحدة، لتميت الحزن، لتعود سيد القوم كما كنت حتى وإن كبرت في السن. خذ العبرة مني يا ابن الوهاج، فأنا حي ولكنني ميت. لأنني أحبك أريدك أن تستعيد قوتك. أطلت الصمت يا أبو عتبة. إنه التفكير يا جهجاه، والتفكير لا يكون صوتا يسمعه الآخر. فإن أراد أن يسمع، أنا لن أجد من هو أفضل منك فارسا لابنتي. ولكن قد لا تكون هناك. لكن سأسأل زلفة وأسأل أمها. وهيبان أيضا؟ لفرط تعلقها بزلفة سأسألها هي الأخرى. ولكن قبل أن أسأل الثلاثة يجب أن أسأل نفسي عنك أولا. ظننت أنك تعرفني عن ظهر قلب. كما يعرفك الجميع، شابا شجاعا مقاتلا، والنخوة لا تعوزك. أما وأنت الصهر المرتقب فثمة جوانب أخرى يجب أن أراك فيها. هل يعني هذا أني سأنتظر طويلا؟ ألا يفترض بك الانتظار يا جعجع؟ طويلا يا أبا عتبة؟ يا مظلمة أنت خصمنا فيها يا سيد القوم. أنا خصمكم يا أبا بسيل؟ لأنك ما زلت تعاملنا كغرباء عن القبيلة يا سيد القوم. كنتم غرباء منذ زمن جد بعيد، أما وقد أصبحتم منا فليس مثلي من يعاملكم كغرباء. فلماذا تأتي علينا في كل خلاف يحدث بيننا وبين الآخرين؟ لأنكم أنتم السبب في كل مشاكل القبيلة. وإن أردت الدقة، ولدك بهرام هذا هو البادئ في معظم الأحيان. أنت تكرهني منذ أمد بعيد يا سيد القوم. لدي أسبابي لفعل ذلك يا بهرام، ووالدك يعرفها، وأنت تعرف أيضا. أنا لا أعرف شيئا. تعلم يا سيد القوم أن بهرام يثير حفيظة شبان القبيلة لأنه الأشجع والأوسم. بل قل لأنه الأوقح والأكثر لؤما. لتسامحك السماء يا سيد القوم. ليس لدي رغبة بإتمام الحديث وولدك بيننا يا أبا بسيل. رفاقك ينتظرونك خارجا يا بهرام.
لماذا لا تطردنا من قبيلتك فتوفر عليك عناء كرهك لنا؟ المشكلة أن الكره لا يجيز لي طردكم يا أبا بسيل. إذن أنت تعترف أنك تكرهنا يا سيد القوم؟ لأنكم تحبونني كثيرا يا ريماز. بيدك أن تجعلنا نحبك. كيف؟ بأن أدعكم تصولون وتجولون في القبيلة كما تشتهون؟ نحن أبناؤها أيضا، أليس هذا ما تقوله دائما؟ نحن هنا منذ 50 عاما، بل إني ولدت هنا على هذه الأرض. خلاصة القول يا أبا بسيل، نريد أن يكون لنا مثل ما للآخرين هنا. لماذا تسمونهم بالآخرين وقد بتم منهم وباتوا منكم كما تقول؟ لم نصبح منهم ولن نصبح، هكذا سنظل فريقين يا سيد القوم. وكيف يعيش فريقان متخاصمان في قبيلة واحدة؟ قل لي. هكذا فرض علينا. ما الذي يمتلكه الآخرون ولا تمتلكونه أنتم؟ كل شيء. كل شيء؟ المعاملة بالمثل، الحظوة، الاعتراف بأننا قدمنا للقبيلة مثل ما قدموا، حتى لا ينظروا إلينا وكأننا جيف نتنا. لماذا تشعرون بأنكم دون الآخرين؟ تصمت عندما يتكلم سيدك يا علقمة. أنا من يتكلم بلسان علقمة يا ريماز. لماذا تشعرون بأنكم دون الآخرين؟ نحن لا نشعر بذلك، هم يريدون أن نشعر، ولذلك تثيرون الشجار والمشاكل في كل وقت وحين. لهذا نرد على إهاناتهم. ليس صحيحا. كما تشاء يا سيد القوم، كما تشاء. إن كنت تنظر إلينا كما يفعلون فكيف تنصفنا؟ لو أردت إنصافهم منكم لما بقيتم في قبيلتي يوما واحدا. لقد قلتها يا سيد القوم، قبيلتك، فمتى تطردنا من قبيلتك؟ كأنك تريد دفعي إلى طردك من القبيلة يا صهيب بن شاور. لا، دون طرد يا سيد القوم، سنرحل الآن إن شئت. كان شقيقك عباس أكثر رأفة فينا منك. أريده يا أبي. لماذا؟ لأني لا أريده. ردك هذا غير كاف. ما الذي تأخذينه على جهجه كي ترفضيه؟ لا أتزوج من لا أعرف. فمن تعرفين لتتزوجي من؟ ليس هذا هو القصد. فما هو القصد إذن؟ إنه شرس الطباع، حاد المزاج، فهل يناسب ابنتك من كان يحمل صفات كتلك؟ الصفات التي ذكرتها هي صفات الرجل، ومن يحملها فهو خير حام للمرأة.
لا أحب أن يحميني رجل كجهجة. ولكني أراه مناسبا لك، فإن كان هناك ما يمنع زواجكما كما قالت أمك، أنا أيضا ضد الزواج منه. أما الرفض ودافعه الدلع فلا يا زلفة. لا، لا تجبرها على أخذ من لا تطيق يا أبي. لا تطيق جهجة؟ لماذا؟ لماذا الصمت والخوف يا زلفة؟ كم مرة أخبرتني أنك ترينه ثقيل الظل والخطى؟ أقسم أنها تكرهه يا أبي. أنا لم أعطه جوابا بعد، فإن لم تقدم سببا مقنعا وكافيا لرفضه فهو زوجك لا محالة. ماذا هناك؟ لا أمل في شفائه. هل تعني أنه سيموت؟ قد يعيش، لكنه سيعيش مشلولا. اللعنة! قد رأيت معي أنها إصابة بالغة. بما تتهامسون؟ أتخشون ألا أتقبل الأمر؟ هيا، فأنا أكثر الخلق قدرة على تقبل الكوارث. أعلم أن جرحي لن يندمل قبل أشهر، فقد نال من عظمي. أرني وجهك أيها الطبيب ولا تخف. هيا أخبرني بما أخبرتهم. عرفتك قوي الشكيمة يا سيدي. أجبني واختصر. يخيل إلي أنك ستعيش مقعدا. فلا أستقيم ثانية على قدمي إلا أن ترأفت الآلهة بك. ولماذا تترأف بي إن كنت لا أغيرها وزنا؟ لتغفر لك الآلهة يا سيدي. خزرون، أعطيه أكثر مما يستحق من أجر واتركوني وحدي. كنت أريد التحدث إليك ليلة البارحة، لولا أنك دخلت مع جهجاه ولم تخرج. كان بيننا ما يستدعي الحديث الطويل. حديثنا لن يكون طويلاً يا أبا عتبة، هو طلب من محب ورد، إما أن يكون شافياً وإما فهو قاتل. كأنك تلمح إلى أمر خطير. لا لا لا، ليس خطيرا، هو أمر يجب أن يكون جميلا، أعني وقعه على السامع. وأنا السامع يا أبا ديسم. ولدي ديسم قرر الزواج أخيرا، ولا أجد له عروسا خيرا من ابنتك زلفة. لا أدري ما أقول لك يا أبا ديسم. لا تقل شيئا يا أبا عتبة. هناك من خطب زلفة لنفسه قبل أن تفعل يا أبا ديسم. أهو جهجاه؟ لا، ولا يجب أن تعرف من هو حتى أبت في أمره. تقصد أنك لم تعطه جوابا بعد؟ لم أفعل، ولا يحق لك أن تسأل إلا بعد رفضه أو قبوله، عندها يكون هناك حديث آخر بيننا. إني رأيتهما يتحدثان، وما أدراك أنه حديث خطبة، ربما كان حديثا عاديا. منذ متى كنت ترين أباك وأبا ديسم يتحدثان معا؟ تعرفين أن لكل منهما أصحابا. وهذا ما يخيفني أكثر، أن أبي وأبا ديسم ليسا على علاقة طيبة، وليسا خصمين أيضا. ولكن جهجاه من طلبني أولا، وقد رأيت ميل أبيك الكبير له. إياك أن تقبلي، إياك أن ترضخي، إنها حياتك مع جهجاه يا ذلفة، لا حياة أبيك معه. قد يضربك مرة
وقد يجلدك مرتين، وقد يصرخ في وجهك 3 مرات أو 10، لكن ذلك أفضل من أن تعيش في كنف رجل وأنت تحبين آخر. ماذا كان يريد منك أبو ديسم؟ مجرد فضول يا أبا عتبة. فضول ليس في مكانه يا جهجاه. هل كان يخطب زلفة لابنه ديسم؟ ربما ليس من حقي أن أسألك سؤالا كهذا. لا يا جهجاه، ليس من حقك. إلى هنا يا أبا عتبة. الآن ستخبرني ماذا يحدث. ها قد عاد ليث، فماذا فعلت حتى الآن؟ ماذا فعلت بشأن ماذا؟ بشأن من تحبين أيتها الحمقاء. لم أقل يوما إني أحب ليث. تكذبين، فأنا أميز الإعجاب من الحب. لا أستغرب وأنت الماهرة في كل شيء. رضوى، إن لم تحرك ساكنا كعهدي بك تركت الفرصة لإحداهن لتنتزعه فتحتفظ به. أرشديني إلى طريقة أجعله فيها يهتم لي. أخبرتك 1000 مرة أن أتجمل. ها أنت تتجملين دائما، فلما لم توقع بالباشق وأنت التي تهتم به؟ الباشق سيأتي إلي طائعا وسترين. حقا؟ إنه الآن يتخبط، لكنه في النهاية لن يجد كتفا يلقي عليها رأسه إلا كتفي. ليت لي ثقتك بنفسك يا أمه. ليس للثقة علاقة بالأمر، إنه الإيمان بما تريدين مع قليل من الجرأة. أن أطرح نفسي عليه؟ إنه تحقير لنفسي لا جرأة منها. ما من فتاة تطرح نفسها على فتى حتى لو لفتت نظره إليها، دائما الشبان هم الذين يلاحقون الفتيات. فما الذي ينقصك لتثير اهتمام ليث؟ لابد أن هناك ما ينقصني. رضوى، إن أصابت سهامك ليث فرشت الطريق لسهامي لتردي الباشق سريعا، فإن تم ذلك أصبحنا عائلة واحدة، أنا وأنت زوجتان للسيد وابن أخيه. سمعت أنكم عازمون على الرحيل اليوم. قد أخذنا كفايتنا من الراحة ومن ضيافتكم الكريمة يا ابن الوهاج. لا لا لا، ليس قبل أن نتناول طعام الغداء على شرفكم. الشرف لنا يا سيد القوم. قد رأى جدي ورأينا معه أنكم بحاجة للعون فيما أنتم مقبلون عليه. العون أخذناه من وجوهكم الباشة وحسن استقبالكم يا ليث. هذه ليست سيوفا تقاتلون بها أيها الأرندس. لدينا سيوفنا 3 وبها نقاتل كما لو كنا جيشا كاملا يا ليث. أحب نخوتكم وثقتكم بقدراتكم القتالية، لكن واجبنا يحتم إرسال بعض المقاتلين معكم. قد أمر أبي 10 من خيرة مقاتلين ليكونوا معكم حتى تنالوا من الأوغاد. لن يكون هذا أيها الباشق، لأننا سنضعف. تضعفون وأنتم تزدادون عددا؟ نضعف بخروجنا عن العهد الذي قطعناه على أنفسنا. عهد؟ عهد بأنها معركتنا وحدنا، فلا يجب أن يشارك بها طرف آخر حتى وإن كان خيرا. أخشى أن الغرور الزائد هو ما يغذيكم. الغرور يقتل لا يغذي أيها الباشق. وإن رجوتكم يا درباس؟ رجوناك ألا تفعل يا سيد القوم، خشية ألا نفعل، ونحن لا نملك حيلة إلا عدم الأخذ به. ولكن لا تحرجنا يا ليث فنضطر لإحراجك. أعتقد أنهم أكثر وضوحاً وإصراراً يا ليث. لم أرى شاهين، أين هو؟ كان يسرج جواده قبل قليل. أين سيذهب؟ لن يذهب إلى أي مكان يا سيد القوم. ترافقكم السلام.
تسامحكم السماء على عنادكم. سيبتلعون عنادهم يا سيد القوم. نبتلع عنادنا؟ لأنني ذاهب معكم. لن تفعل يا شاهين. بل سأفعل يا درباس. سبق وأخبرناك أننا لن نحتاج عونك يا شاهين. أنا من يحتاج عونكم يا ضيغم. اعذرني يا سيد القوم، ولكن نفسي ضاقت ذرعا بفقدان من أحببت، ولا طاقة لي على المكوث هنا من دونهما. تريد أن ترحل عن القبيلة يا شاهين؟ ليس رحيلا يا سيد القوم، إنما هي فترة يكون النسيان فيها دوائي. النسيان أصاب منا جميعا يا شاهين، فلما لم يصبك؟ ربما لأن العنقاء وابنه أسامة كانا يعنيان له أكثر مما يعني لنا من فقدنا. ربما يا ابن الرومية، ربما. أرجو أن تأذن لي بالرحيل يا سيد القوم. إن كان غيابك عن القبيلة سينسيك ابنتي العنقاء فاذهب يا شاهين، لكنك لن تنسى. إن كان الرحيل هو ما يريد فهذا شأنه يا سيد القوم، لكن ذلك لن يكون معنا. بل سيكون يا درباس، ولن تمنعوني إلا بسيف أحدكم يحز عنقي. اختر طريقا غير طريقنا يا شاهين. طريقي هو طريقكم يا ضيغم. حسن يا شاهين، أنت معنا، ولكننا غير مسؤولين أن أصابك مكروه. يصيبكم ما يصيبني وسأكون قابلا به. ما زلنا في أراضيكم يا شاهين، فأن تقدمنا أكثر كان ندمك بلا طائل. لنتابع السير يا درباس. أنت لا تعرف إلى أين نحن ماضون. بل أعرف. اسمع يا شاهين، إن كنت مطمئنا لأننا تفوقنا على عدونا الأول بندر بن طفيل، فإن من نتوجه إليهم الآن قد نشأوا بين أذرع الشياطين، وكانت القسوة والوضاعة حليبهم الذي رضعوه، وأظن أن السم يجري في عروقهم أيضا بدل الدماء. كأنك تريد الانتحار لتخرج من حالة اليأس التي أنت فيها. ربما يا ضيغم، ولكنني لن أموت رخيصا. اسمع يا شاهين. يكفي يا درباس، لن نستطيع ثنيه عن عزمه، كما أننا بحاجة إلى عونه. هيا بنا، فالمسافة ما زالت بعيدة بيننا وبين دياركم. أظن أن الاستقرار قد عاد إلينا، فلا بد أن نتابع ما كنا قد توقفنا عنده. كنا قد توقفنا عند أمور كثيرة أيها الباشق، أهمها الجيش يا ابن الرومية، وهي مسؤوليتك في إعادة تهيئته يا ليث. طالما أنا جهجاه وحجلة ورقيم قد عادوا، فسيقومون على تدريب الرجال منذ الغد. أنا أيضا قادر على تدريبهم يا ليث. أنت يا ديسم؟ أنا يا حجل. كيف تدرب الرجال وأنت أحوجهم إلى التدريب؟ رأيت ديسم في معركتنا مع جندع وعصبته، لقد قاتل بدراوة، لكن خبرتك لا تنفع لتكون مدربا يا ديسم. ولكن يا ليث، ألم تسمع ما قاله قائدك؟ سمعا وطاعة، ولكنني لن أخضع لتدريبهم كبقية الرجال. سيرى جهجاه وحجل ورقيم إن كنت بحاجة إلى التدريب أم لا.
تحدث أبا عتبة بشأن زلفة يا أبي؟ أما زلت مصرا على تنفيذ ما في رأسك؟ أحس أنني سأكون محرجا أمامه. لماذا؟ لأنها صغيرة أيها الباشا، صغيرة. زلفة ليست صغيرة يا أبي، وأنا لست هرما. تحدث إلى أبيها، تحدث إلى أبيها، فإن رفض نسيت الأمر بربته. وهذا ما يقلقني، إنه لن يرفض. أنا لا أرى مبررا للقلق الذي أنت فيه. إنه الخوف وليس القلق، الخوف أن تكون. ماذا لو كان ديسم جالسا خلف خيمتها صدفة تلك الليلة؟ وماذا لو أنها ليست صدفة؟ أبو عتبة لن يفضل ديسم عليك. فإن كان الأمر بيد زلفة، منذ متى كان أمر الزواج بيد الفتاة؟ فإن كان لزلفة حظوة عند أبيها فأعطاها حق الاختيار. قل شيئا. إن تسنى لزلفة الاختيار فستختار ديسم عليك وعلي أيضا. لماذا؟ لأنه الأفتى والأكثر وسامة. فإن كانت تحبه؟ خرج الأمر من أيدينا، لن يخرج شيء من يدي. سأقتلها، سأقتلها قبل أن تكون لغيري. ديسم يا أم عتبة؟ ديسم أحب إلى قلبي من جهجاه. ليس المهم من هو الأحب إلى قلبك، المهم من هو القادر على صونها وحمايتها. إن ديسم فتى شجاع أيضا، لكنه صغير السن ليكون زوجا. أبا عتبة، عندما تزوجت كنت أصغر منه سنا. جهجاه هو الأفضل لابنتنا، وهو الذي خطبها أولا، وعليها القبول به. لما لا تسأل زلفة عن ذلك؟ أخبرتك أن جهجاه هو الأفضل. الزير سالم أعياه القتال وهده تقدم السن، فقعد يتفرج على الهجرس وهو يقاتل قوم خاله وأمه، إلى أن تمكن الهجرس أخيرا من قتل خاله جساس انتقاما لأبي. ويقال أيضا إن الزير سالم ضاع في الصحراء أثناء سفره، ويقال إنه مات عطشا. لماذا لم تذهبي معهم يا هيبانة؟ هل أعجبتك الحكاية؟ لقد أعجبني أسلوبك في سردها يا ابن الرومية. إلى أين يا ديسم؟ هبانة؟ كيف حالك؟ أنا بأحسن حال، لكن زلفة بأسوأها. أعرف أنك وزلفة عازمان على الزواج. اطمئن، زلفة لا تخفي عني شيئا. لماذا قلت إذن إنها بأسوأ حال؟ لأن جهجاه خطبها من أبي، وأبي وافق على إعطائها لها. لا تقل إني لم أحذرك. اللعنة، اللعنة لن تحل الأمر. افعل شيئا يا ديسم، افعل قبل أن يخطف جهجاه من تحب.
تخشى أن يقابل زلفة؟ إن لم يفعل الليلة فقد يكون شكي ليس في مكانه. لكنك واثق أنه سيلتقيها؟ ليس تماما يا حجل، غير أن قلبي لا يريد أن يهدأ. أنت الذي تأخر في خطبتها لا نحن. قلت لك إن زلفة لا تريد جهجة. إن أراده أبو عتبة كان لها، ولكن هذا ظلم لها ولي. تلك هي الأعراف يا ديسم، الفتاة لا تخرج عن طوع أبيها. إلا في مسألة الزواج يا أبي، إلا في مسألة الزواج. حتى في هذه لماذا لا تنتظر معنا ما سيقوله أبو عتبة في جهجة؟ أنتظر؟ أنتظر كي يفوت الأوان؟ إن فات الأوان يا ديسم فأنت الملام لا نحن. وكأنك تريد أن تسلم بالأمر. إن تم اختيار جهجاة فأنت أيضا يجب أن تسلم بالأمر. لا، لن أفعل، لن أفعل. أرسل لي من يحملني إلى خيمتي يا ابن الوهاج. ابقى يا ابن الرومية، أنت لست غريبا وتعرف أنني أستشيرك في كل أمر. ولكن لا أريد أن تستشيره في أمري يا أبي. لماذا؟ هل تشعر أنك ترتكب ذنبا بطلبك الزواج من ابنة أبي عتبة؟ أيها الباشر. أصاب الباشق عندما خرج غاضبا، أصاب ولم يخطئ لأنه طلب زلفة. ما الذي تقوله يا ابن الرومية؟ من حقه أن يطلبها يا ابن الوهاج، من حق الكبير أن يطلب الصغيرة كي يصغر معها ويزداد شبابا. أقسم إنك بدأت تخرف. أثناء أسرك أسر لي الباشق برغبته في الزواج. اقترحت عليه فتاة ظننت أنها تناسبه، رضوى بنت بيشا. ثار علي، ثار لأدرك أنه يريد من هي أصغر منها سنا. وزلفة يا ابن الوهاج ليست أصغر من رضوى بكثير. كأنك تتعمد إغاظتي. أقسم إنني أتكلم جادا، زلفة فتاة ناضجة وتبدو أكبر من سنها بكثير. قلتها بلسانك يا ابن الرومية، تبدو. ولدك يا ابن الوهاج لقي في حياته من الضنك ما تشيب لهوله الولدان. ماتت زوجته الأولى فتركته هشيما، قتل زوجته الثانية لأنها شريرة وعاقر، خطفت زوجته الثالثة وولده. أو لو كنت مكانه هل كانت ستقوم لك قائمة يا ابن الوهاج؟ هذا لا يعني أن تدفع زلفة ثمن معاناته. وما أدراك أنها ستكون تعيسة في الزواج منه. هناك فتيات يرغبن في الزواج ممن هن أكبر منهن سنا ليحظين بالدلال والاهتمام أيضا، فما بالك والعريس سيد القوم. تعني أن زلفة ستقبل به زوجا؟ أراهن أنها ستفعل، فما يضيرك إن فعلت؟ يضيرني أن وعيها سيكون قاصرا عن الفهم. زلفة ليست طفلة وهي تعرف تماما ماذا تريد من الحياة. ولكن قل لي يا ابن الوهاج، قل لي بصدق، في ماذا؟ ألا ترغب في فتاة صغيرة زوجة؟ عليك اللعنة يا ابن الرومي، عليك اللعنة. دع اللعنة جانبا وأجبني. هل أنت أحمق؟ بعد أن وصلت إلى هذه السن، بعد أن نهشتني الوحدة وأحالتني حطاما، لا يا ابن الوهاج لست أحمق. ولو لم أكن عاجزا لما فوتت فرصة أسترد فيها روعي. كأنك تريد الزواج أيها اللعين. العجز أمات في كل شيء يا ابن الوهاج، والزواج لا يحيي رجلا ميتا، لكنه قد يحيي في رجل مثلك أشياء هي على وشك أن تموت.
ما زلت قويا يا ابن الوهاج، ولا بد من زوجة ترعاك وتهتم بك. أقسم إن غيابي عنك قد أطاح بعقلك. في غيابك تغيرت أمور كثيرة، أهمها رؤيتي للحياة من حولي. لماذا يا ابن الوهاج؟ لماذا وأنت لست ابن الرومية؟ رحلتك الطويلة مع جندع وبقاؤك قويا صلبا متماسكا طوال الوقت دليل على قدرتك على المتابعة، دليل على رفضك للوهن والاستسلام، دليل أقوى على طلبك للحياة. ماذا تحاول أن تغرس في رأسي أيها العجوز اللعين؟ ما لا أستطيع أن أغرسه في رأسي، لأن جسدي غير قادر على تقبله. يبدو أنني سأرسل في طلب من يحملك إلى خيمتك. على أن تفكر في امرأة تؤنس وحشتك. افعل يا ابن الوهاج، افعل لتكون غبطتك عالية. لا أريد هذا الرجل في خيمتي، أرسل من يلقي به خارجا. أيها اللعين، عليك اللعنة. ما معنى أن تضرب عجوزا يا أبا بسيل؟ العجوز أهان رماز فكان لابد من الرد عليه. أبي لم يهن رماز، أبي رد على سخريته أثناء مروره به. هو من فهم ابتسامتي سخرية؟ أم تريدني أن أخيط فمي يا علقمة؟ أقسم لأخيطن فمك يا رماز. أنت لماذا تشعل النار دائما بدل إخمادها؟ من يشعل النار يخمدها يا سيد القوم، وقد كان الأمر بين رماز وأبي علقمة. ولكنك تحرص دائما على أن يبقى العداء مستمرا بين الطرفين، كأنك لا تريد أن تنسى أنني قتلت ولدك بسيل. تزوج وأنجب لترى إن كنت تنسى ولدا قتله لك. لكنني لم أقتله ظلما وعدوانا، لقد قتلته دفاعا عن النفس وأنت تعرف ذلك. ولدي لم يكن ندا لك لتقتله دفاعا عن نفسك. عجيب أمرك يا رجل، حتى وهو يهاجمني في خيمتي وأنا نائم. لم يرى أحد منا تلك الواقعة، خرجت من خيمتك لتخبرنا بأنك قتلته وهو يحاول قتلك. أتتهمني بالكذب يا بهرام؟ حاشاه أن يفعل يا سيد القوم، إنما هو الحزن على فقدان شقيقه الوحيد. ولهذا قتلتم أخي عباس فيه، أليس كذلك؟ هذه تهمة باطلة يا سيد القوم. اصمت عليك اللعنة. لا تحشر أنفك يا علقمة في أمور السادة. لا سيد إلا سيد درباس، وأنت غلام من غلمانه. مهلا مهلا يا رجال، فرماز يستحق اللطمة التي نالها. لماذا لا تجرب سيف الغلام يا رماز؟ أتظن أنني أخشاك؟ أظن ذلك. على أن يكون نزالا فيه موت أحدنا. لا أحب علي من قتلك يا رماز، فقط لتطاولك على أبي. هيا وجرد حزامك. هل أنت موافق على نزالهما يا أبا بسيل؟ هذا شأنهما. وأنت تعرف تماما أن رماز ليس ندا لعلقمة، رماز ابن أختك. رماز ابن أختي وعلقمة ذراعك الأيمن، فليكن النزال هو الحكم بيننا. حسنا، ما دمت مصرا فأنا موافق على نزالهما. Thank you.
كيف يموت مقاتل كعلقمة من جرح بسيط في ساعده؟ يموت إذا كان السيف الذي طعنه مسموما. أجل، كان سيف ريماز مسموما، وكان علقمة أحب الناس إلى قلبي. والغل الذي يحمله لك صهيب أهو بسبب قتلك لولده بسيل؟ لا، عداؤهم لنا بدأ قديما منذ عهد أخي عباس، عندما أصبح سيدا للقبيلة بعد وفاة أبي. كانوا يريدون أن يستولوا على القبيلة، إلا أن أخي عباس كان لهم بالمرصاد، وكان أشد عنفا وصرامة وقسوة، إلى أن رأوا أن بقتله ستسهل عليهم مهمة الاستيلاء عليا، وكنت لهم بالمرصاد، وكنت أشد بأسا عليهم من أخي عباس. فهمت أنهم غرباء عن القبيلة، فكيف أبقيتموهم بين ظهرانيكم وأنتم تعلمون النوايا التي يحملون؟ ليس من حقهم فرضهم يا شاهين، فقد تزاوجوا وتآلفوا عبر السنين وأصبحوا لحمة واحدة. ظننا أن أصبحنا لحمة واحدة، لكن الغدر والتربص ظلا سلاحهم الخفي والمشهور. قتلا أخي ثم علقمة ثم ابن أخي بيهس، وتركوني للطيور الجارحة، واستولوا على القبيلة وأصبحوا أسيادها الآن. وها نحن في طريقنا إليهم يا شاهين. كم يبلغ عدد مقاتليهم؟ إنهم كثر يا شاهين. فكيف سنتمكن منهم؟ وأعرف أيضا أن حبنا لا يجب أن يدمر حتى لو صرحت أباك بحقيقتنا. أخبره أني أحبك. إن كان ذلك سينقذنا من الموت فأجل. هو ذا تفاؤل ليس بمكانه. نحن لا نسرق يا زلفة، لا نسرق ولا نزني. تعلم السماء أن حبنا طاهر طهارة حبات المطر. ماذا نريد سوى أن يخيم علينا سقف واحد؟ فأي سوء ترتكبين إذن حتى لو اعترفت له؟ كل السوء يا ديسم. إن أخبرته أني أحبك فسيتهمني بأننا نلتقي، وربما في خلوة. أبوك يعرف جيدا أنه ليس كل من أحب فتاة التقاها في خلوة. لا أستطيع أن أغامر وأنا أعلم كيف يفكر أبي. وإذن سأظل رافضة جاشة حتى لو دق عنقي. كان عليك أن تبكر في طلبي. ماذا لو توسط سيد القوم في أمرنا؟ أحدث سيد القوم عن الحب الذي بيننا؟ إذن فولده الباشق إنه الباشق لا يحبني يا زلفة، لا يحبني، وقد يصبح حجر عثرة في طريقي لا عونا. الباشق كان مغرما بزوجته التي فقد، فهو يعرف الحب وآلامه، ولا أظنه إلا متفهما لأمرنا حتى وإن كرهك. زلفة، thank you.
لماذا أبعدتني عنهما؟ سؤال أحمق. من أين خرجت لي؟ كنت أترصدك خشية من لحظة كالتي رأيت. يجب أن أضرب ديسم، يجب أن أكشف أمرهما. تكشف أمرهما؟ حتى إذا ما تزوجت من زلفة أكلت الأعراب وجهك. أتريد أن تعير بأن زوجتك كانت تحب سواك قبل زواجك منها؟ لا أظنك تريدني أن أتركهما دون عقاب. ولماذا تعاقبهما؟ حجل. ترددت أنا وترددت أنت، فسبقنا ديسم إليها. أي ذنب نكون قد اقترفنا لو كان أحدنا من سبقه إليها؟ كأنك تريدني أن أسلم بالأمر. بل أريدك أن تحافظ على رباطة جأشك. أريدك أن تفكر بالأمر على نحو آخر. أي نحو؟ أما زلت تريد الزواج من زلفة؟ أكثر من السابق. بعد أن عرفت أنها تحب ديسم سأرفضها ولو ارتمت تحت قدمي. وما أدراك أنها تحبه؟ ربما الذي كان بينهما مجرد حديث عابر. فلماذا ترتجف وكأن هولا أصابك؟ كيف نعلم إن كانت تحبه أم لا؟ لن نعلم. فماذا أفعل وأنا أحبها يا حجل؟ أجل، لهذا أبدو لك كريشة في مهب الريح. لقد نما حبها في قلبي سريعا، نما وكأنه نبتة عنقها الماء. أنا أيضا كنت أحبها كما لو أنها الهواء يبقيني حيا. تعني أنك لم تعد تحبها؟ وهي تحب سواي؟ نحن لا نعلم بعد إن كانت تحبه أم لا. ماذا يعني أن تتحدث إليه بعد منتصف الليل يا جهجاه؟ قلتها تتحدث إليه لا شيء آخر. الآن بدأت أؤمن أن حبك لزلفة كان دائما أقوى من حبي لها. فماذا أفعل يا عجل؟ تنتظر ماذا يقول أبوها فيك، فإن أعطاك بلغت الرجاء ونسيت حديثهما. إن أخبرت أباها بما رأيت هل سيكون ذلك عونا لي؟ بل وبالا عليك، لأنه سيختار ديسم زوجا ليستر عورة ابنته، خاصة إذا كان أبو ديسم قد طلبها منه ذلك اليوم. اللعنة، اللعنة يا حجل، اللعنة. ظننتك ستحلم بعروس بعد حديثنا ليلة البارحة. أفتحلم بجندع يقتلك؟ قد انتزع قلبي يا ابن الرومية، نزعه وأكله، خدمه كما تقطم حبة الفاكهة. أي حلم كريه؟ وإنه لكريه حقا. ألم تقل لي إن العرندس قتله؟ رأيته يقتله، لكننا لم نعثر على جثته بعد انتهاء المعركة. لماذا؟ هل كنتم في واد والمعركة في واد آخر؟ كيف تختفي جثته من أمام عيونكم؟ ربما يكون وحشا ضاريا غافلكم وسحبه ليكون طعامه. أمام عيوننا؟ لما تضحك يا وجه الشؤم؟ أضحك لأنك جئتني خائفا وكأن غولا من غيلاني يطاردك. لا تستخف بحلمي يا ابن الرومية، لقد أثقل عليك ما لو أنه حقيقة.
ربما لأنك أسفت لموته كما قلت لي. حزنت على موته إن كان قد مات، لكنني حزنت على نفسي من ظنه بي أنني حنثت بالعهد الذي قطعته له. لا يعطى عهد للص يا ابن الوهاج. بل يعطى يا ابن الرومية، يعطى. ماذا أقول؟ أمك رومية ولست عربيا كي تعرف معنى العهد. أعرفه خيرا منك يا ابن الوهاج، وأنا عربي أكثر منك وأنت تعلم ذلك جيدا. هيا هيا إلى ساحة التدريب. هيا أنت هنا يا أبي؟ تعال أيها الباشر، تعال يا سريع الغضب. سأنتظرك في خيمتك يا أبي. لماذا؟ الأمر يتعلق بك وبابنة أبي عتبة. لن أخرج من خيمة ابن الرومية قبل أن تلقي عليه تحية الصباح. افعل أيها الباشر، فابن الرومية في صفك لا في صفي. لقد أقنعني ليلة البارحة بأنك وزلفة قد تكونان زوجين سعيدين إن رضيت زلفة بك زوجا. سترضى يا ابن الوهاج، سترضى. أسعدت صباحا يا ابن الرومية. أسعدت صباحا أيها الباشا. ماذا تعنين بأنك لم تفكري بعد؟ أخشى من غضبك إن قلت لك بأني فكرت. هذا يعني أنك ما زلت رافضة لجهجاه. أقسم إني لن أكون قادرة على إسعاده يا أبي. هذا لا يقرر قبل الزواج يا بنت، إلا إذا كنت ستتعمدين عدم إسعاده. البنت لم تقصد ذلك يا أبا عتبة. فماذا قصدت يا ابنة أمك؟ لا أريده زوجا، هذا كل ما في الأمر، ولا أعرف لماذا. فإن أردت تزويجي له قصرا فأنا طوع أمرك يا أبي. ستكونين زوجة لجهجاه لأن ذلك في صالحك. أما زلت مصرا على أنك لست بحاجة إلى تدريب؟ اختبرني إن أردت يا جهجاه. لا يا جهجاه. بلى يا حشر. جهجاه لا يراني مقاتلا يا ليث، وهو يتعمد إهانتي كلما رآني. أنا لا أهينك، أنا أذكرك حتى لا يسرقك الغرور. أخبرتك يا جهجاه أن ديسم مقاتل لا بأس به. كيف؟ كيف ونحن لم نره يوما يرفع السيف في وجه أحد؟ هذا يعني أنك تكذبني يا جهجاه. هذا يعني أنني أريد أن أكتشف قدرته بنفسي لأحكم عليها. ألم تعد إلي بتدريب الجميع؟ لماذا لم تأتي إلى بحر أو أبرد؟ لماذا جئتني دون الآخرين؟ لأن غرورك بات نافراً ومقرفاً. أقترح أن تعود لتدريب الرجال يا جهجاه. وأقترح أن تتركني والجميع نكتشف حقيقة ديسم الذي يدعيها. وأنا لك يا جهجاه. ليس عدلا أن تقاتل ديسم وأنت أكثر منه خبرة وقوة. وقد يكون عدلا يا ليث. لننسى الأمر يا جهجاه. ابقى بعيدا يا حجر، فقد تجاوز حده. عد لتدريب الرجال يا جهجاه. لست سيدي لتأمرني. أتريد أن تجرب حظك معي أنت الآخر؟ دعه يا سيدي ليث، فلن أكون لقمة سائغة له. ماذا قلت يا أبا عتبة؟ ما زلت صامتا يا أبا عتبة؟ لأن الباشق كبير السن تطيل الصمت؟
أنا أطيل التفكير دون أن يسعفني يا ابن الوهاج. هناك من هم أكبر سنا من الباشق وتزوجوا من فتيات أصغر من ابنتك. أنا لم أتوقف عند مسألة السن. وعند أي مسألة توقفت؟ هناك من خطب زلفة لنفسه قبل أن تفعل يا ابن الوهاج. أوقفه لأن جهجهة سيقتل ديسم. مصاهرة ابن الوهاج شرف أنحن احتراما له، والباشق ولدك هو ولدي، غير أني لا أستطيع البت بشيء الآن. هناك اثنان أحق من الباشق بزلف ابنتي فقط لأنهما طلباها قبله، فإن لم يكن النصيب لأحدهما كان الباشق صهرا عزيزا على القلب. أعتقد أن هذا يكفي. أعتقد أن هذا لا يكفي يا ليث. قد انتصرت يا جهجاه. لم تقف حائلا بيننا عندما أسقطني أرضا. كانت المعركة في بدايتها، ولم يكن واضحا أن أحدكما يريد قتل الآخر حقيقة. أجل، أريد قتله. ما كنت لأجعلك تتمكن من قتلي يا جهجاه، ولا تنكر أني ندا لك. أنت يا ابن الكلبة من الذئب، أليس هذا معنى اسمك يا ديسم؟ إن كان اسمه ديسم فأنا ليث يا جهجاه. هل تعرف معنى الليث؟ أنت الذي لا يعرف معنى جهجاه. جهجاه هو الذي يصيح بالليث يكفه ويمنعه. فامنعني إذن. لا يا ليث، إن كان هناك من سيقاتلك يا جهجاه فأنا لا ليث. اغرب أيها الوغد، هيا. كنت أعلم أنك معه ضدي. أنا ضد هياجك وغضبك يا جهجاه، كأنك لست الفارس الذي أعرف. لم ينتهي الأمر بيننا. بلى، انتهى الأمر والآن، إلا إن كنت تريدني أن أكون خصمك فعلا. لست أقوى مني يا ليث، وإن كنت قائد جيش. هل جننت يا رجل؟ ابتعد عني يا عجل، ابتعد. أنا لن أدرب أحدا بعد اليوم، افعل بنفسك يا ليث. أنت أيضا لا تنقصك الوقاحة يا ديسم. عندما يهدأ جهجاه ستذهب إليه وتعتذر منه، إنه أكبر منك سنا وقدرا في هذه القبيلة. إياك أن تنسى ذلك. عدوا للتدريب.